وصل 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 حمص عم يبعوه حمص يلعب الياردو استخدم قوي حمص قوي؟ قوي بس لا قوم نلعباني يا أخوي يلا نفس نفس ايه ايه لا لا بدون هاي بدون هاي لعب لعبة ثانية بدون هاي يلا تعال روح روح والله راح يجيبني لا 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 مرة واحدة يلا عود فيه عافية حموص شنو تلعب علي كلين كلين لا طقت طقت يقول ما دخلت انا فقر ها لا صوب عبا الان حموص اريد دب الرماش والله قوي هديدك هديدك يلا والله سوي دب الرماش هلا 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 ما جاي نشوف بس افتر افتر علينا افتر علينا هاي دب الرماش والله هنا مشتد الوضعيه وين جماعتنا شنو شنو هاي اللعبه هاي اللعبه ما اعرف ولا علمونا عليها بس انت وياك وياك منو يعرف هاي اللعبه يعلمني ما اسمع بس انت وياه ولا عليك انت الاول عليك 45 زين والله عليك يلا هسه راح نلعب سنوكر انا وعلي جوحي نشوف والله يلا كبر الميز شوفوا جماعتي ايش قد ملتزمين وقت الصلاه الصراحه راح يصلون الله يحفظكم ان شاء الله علاوي بعد قلبي اخوي شاس تجدع وما صلى انت غير سيد وانت قبل ما تصلي لا اخوي لا تمشي علي هاي ما سيد صحيح غير شو الفرح عليك لا مو هم يفهمون بس طبعا حمص خطيه والله العظيم ما يقدر ينام الا هيجي يختنق بس ينزل راسه هيك يخلي راسه على الحائط اللي ينام يرتاح علاوي خطية لازم نسوي له هيك شيء هذا هذا طفل بعد من يرجع راح اخليه يبلش بالقاع اشتراك كان مسوي له من مدى الحياة متبانفة ايه مسوي له باج بس هو ما يلتزم بس ما يلتزم وانا وانت خطية مرة قال لي ما خلاص احكي مرة قال لي علاوي انا اليوم ما ابي احيز مرة راح اتظرك بالكافتري كمل التمرين تمرين ايش قد ساعة ونص جيت ايش قد لقيت؟ لقيت علي 27000 بالكافتري ياكل ثلاث وجبات وشارب لي يمكن هذا الحاقه والميرندا ما ادري شنو قاعد ذبحت امك لا ومن ترجع خليه يلتزم اه والله يلتزم ذبحت امك خطيئه ساي نومت ما سامع عاد ما شفت المقطع مال نذين اضعف اي والله شلون هذا الحائط بس باعوا الاكل باعوا له عمي ارغام حبيبي مشكور يا روحي الله يحفظك يلا على اوف الدايت كلك مو دايت والله ما اقدر سجاجي كرسي على تعال هيك لك كلك قد ما هاي ابني تابعتنا شوف شلون حلوه تبي يا صف حروح للرابع للرابع الله يوفقك عمو حبيبتي هلا وبيك بس انت الصبح توصل ما قصرت يا روحي اجي مشكورين فوق كان محتاج تحكي فدوى لعمرك بيتنا هذا والله ما قصرت نعم الله عليك هذا مدى الحياه فدوى طولك اخوي انتظرك ان شاء الله البصره باكم على حمص حبيبي ابو يعقوب ترسوله ترسوله خدوده وحلقه وايو حمص جاي تسمع شلون يوسف يحبك ها يحبه شيء صديق تحبه اي والله على جوحي ما يشرب ماي الا بهاي رحنا تارس رجعنا تارس ابا وانا مخليه يمي مو هسه يشرب البطل الا هاي هسه راح يقولوا لك شنو قيمتها هاي راح يكتبوا لك بالستوري ولك شنو هسه لا كذا وكسرها يمه مو جوزات هات جوزات ايش قد شفت جوزات نفس دول اثنين ماشي هذا اكبر جوز هلا حبيب روحي ها جوزي سلام عليك حسون ليش قاعد عليه ونور غير اكبر منك وين اكبر ها عمران فيه علي اخوي علي اخوي 97 وين 7 شنو حسون تموت حسون يموت على السدر يلا سهلوا يلا جوزات جوزات
نقيك يا جوزة ما صدقوني. عشوني يا مال باب الحارة. صدق كذي معصب. هذا قصير جوزة. جيب بالك من عمي. سحلها من عمي. من عمي سحلها. يا حبيبي. شنو تبات يومكم؟ بعد ذاك الوقت بس ذاك نسيت. يلا ميدو. ميدو. لا خلنا بات يومك العباس عليك شو وين اروح؟ ها؟ وين اروح؟ عندك اهل لما انت ورطتني ما عدي انتم اهلي احنا اهلك؟ انتم اهلي عمي شنو بيتك بيتي واد خمسة امطار التمر بات يمي اليوم جاي يوم شوف خلفكم ناسي كمان انت ابوي انا ما عندي اليوم واحد من كم يبات؟ انت راح تبات؟ استاذ واثق لا لا يلا يلا لا لا انت اليوم تبات يمي يلا ها هو ما راح شحته مالك خلاص والله راح شحته يلا انزل انزل دوالو انت اليوم هناك ولك ما شطتك من ورا شوي هذا شنو سوى هذا شنو ما تقول لي ملجأ مال ايتام بس قل له ملجأ مال ايتام ما تريد تبات يمي ما يدير تبات هسه يجيك بسيف يسق لك مرتي طردتنا مردبات شنو الطرقه لك عمو كفيل كفيل ولك كفيل الو لو 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 الو الو بر بحر الزود من عند حسيناه وبرسم صاير الجرحي حسيناه بحر الزود من عند حسيناه وبرسم صاير الجرحي حسيناه حسيناه ابد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه ولا ننسى على حامل حمير يا علي والمنطع الشهيد حسين ودقنطر لا يم عضيده ولا علي الاكبر منطاح الشهيد حسين ودقنطر لا يم عضيده ولا علي الاكبر ونون خفيه وقام يتحسر للقاع الرمح شتشه راد يقوم ما يقدر تنخب اسم ابو فاضل يوم القطعه والمنحر شحكي لك شسولف لك يسامع بعد ما اقدر ايتام حرم عطشانه هيت وسكنت بالبر وعلى السجاد متحير وجيوش العدا قامت علي تفتر وزينب تلم بالايتام تصيح بصوت يا عباس خويا حسين ندقنطر يا راعي الغيرت طالع حسين تريد يا راعي الغيرت طالع حسين تريد يا راعي الغيرت طالع حسين تريد المضغوطين من بيت ابو صادق بيت رشق المريان العناوين فدوى اروح لك الله يحفظك ابو مقتدى يقول مضغوطين منه وعلى بيهم حار زوين خشم سمرة تريد زمان كفو مضغوطين منه وعلى بيهم حار زوين خشم سمرة تريد زمان ويكسر ضلوع عندك من يهل شباب هاو خاف شباطي يهل عليك تحذر من نزوي خاف شباطي يهل عليك تحذر من نزوي اشد اشد ما دور فضائية ايه ابو صادق يقول ما دور فضائية الفضائية تدورني وتحط الكاميرا قبالي وتقل اقعد وصورني ولهذا السبب يا ناس اشوف البعض يكرهني وانا شبيد عليل ما ينعد بالعد وانا شبيد عليل ما ينعد بالعد وانا تسلم ابو مقتدى اللهم صل على محمد وال محمد طبعا هسه البصره شارع بغداد شارع رئيسي انسد من الكرم هاي سبي الساعه راح تبدا خدمه 24 ساعه بالليل الفواكه والحلويات والاكل والصبح الوجبات اللهم صل على محمد وال محمد السلام عليكم قواكم الله خدام ماجورين ماجورين خدام الله يتقبل الله يتقبل فدوى روح لكم ماجورين الله يحفظكم السلام عليكم حجاج ماجورين الله يستر عليكم خدام الحسين فدوى روح لك ابو علي ماجور فدوى روح لك يا حبيبي ماجورين ماجورين هاي العالم جاي توزع وخيرات ابو عبد الله رضى الله السلام عليكم خدام ماجورين